رائع جدا، لكنني صراحة يعني التدخل تاعه كان تدخل غير موفق، مثل ما قال زميل المعلق يعني كان كأنه يلعب مع المنتخب الإسباني، يعني منع المنتخب البرتغالي من هذا الهدف الجميل. رائع الهدف، هدف في منتهى الروعة يعني. ما تعليق باولو؟ أعتقد أن الهدف كان بإمكاني أن يكون هدف السنة بطبيعة الحال. كريستيانو لن ينسى هذا الهدف، خاصة أنه أمام لاعبي ريال مدريد وأمام إسبانيا وزملائه أيضا. تاسياس وما فعله بيكي. أيضا نعم. أمام بيكيه الهدف بيكي وأيضا بويول كان غائبا، ليس من السهل أن تتخلص من بيكي. هذه اللقطة فيها سرعة وتخلص من المنافس ومهارة أيضا في التخلص. شاهد هنا اللقطة وبعد ذلك جاءت هذه اللمسة. نتكلم عن كاسياس، ولكن أعتقد أن الهدف شرعي لأن الكرة كانت قد تخطت الخط. أظن أن تخطت الخط، أظن رجل نادي كان داخل المرمى. أعتقد أن الهدف شرعي. شاهد الكرة كانت نعم كان داخل الشباك. نعم نعم رجله كان داخل المرمى بدون شك. كريستيانو رينس هذا